السلام عليكم خوتي خواتاتي واعزائي المشاهدين ديالي ومتابعين ديالي، مرحبا بكم والف مرحبا. اول حاجه غادي نبارككم على التساقطات ديال الامطار، امطار الخير اللي كانت مفرحه في الحقيقه. الله يعطينا الشتاء على قد نفع وتعم الشتاء على المملكه المغربيه كامله. غادي ندوز معكم لهذا الفيديو هذا. بالنسبه للناس اللي كيسقسوني فين كاين هاد الجوطيه سوق دارس، حنا راه كنتواجدوا في كازا بطبيعه الحال، وهاد الجوطيه سوق دارس راه قريبه بزاف بزاف للمرجان ديال حي الحسني. عاوتاني نجاوب على التساؤلات ديالكم، كتقولوا لي واش هاد السلعه جديده. هاد السلعه اللي كاينه هنا كلها جديده وجوده عاليه واصليه. عاوتاني نجاوبكم يا اعزائي المشاهدين على التعاليق ديالكم. هاد السلعه راه كناكد عليها جوده عاليه. اللي بغى يتيق انها جوده عاليه مرحبا به والف مرحبا، اللي ما بغاش يتيق مرحبا به والف مرحبا، له كل احتراماتي. ودابا الناس ما شاء الله والله اكبر، كلشي قاري، كلشي عندهم ولادهم قارين، وكلشي فاهم، ما غاديش تخفى عليهم السلعه واش حقيقيه ولا ماشي حقيقيه. زهير ويوسف راه دائما كيجيبوا السلعه تحت الطلبات ديال الزبائن، هو عنده السلعه مستعمله ولكن راه عنده حتى جديده، كيبيعهم بجوج، كل واحد كياخذ على قد جيبو. لا يكلف الله نفسا الا وسعها، هو كيجيب السلعه اللي عليها الطلبات واللي عليها اقبال، وما شاء الله الله يكمل عليه بخير، والله يكمل على جميع الناس بالخير والتيسير. حنا ما نبغيو لهم غير الخير وما نبغيو لهم غير التيسير على جميع عباد الله. بالنسبه لهذا لي باسكيت هادو فيهم النوامر كبار، اجيو خذوا اللي عجبكم. عجبتكم السلعه تبارك الله، ما عجبتكمش تبارك الله، السلعه راه بهايعه راسها بلا حتى شي حاجه. وبالنسبه للاثمنه انا راه ما عندي حتى شي دخل في الاثمنه، راه كنأكد انا ما عندي دخل حتى في شي حاجه، وراه كيكونوا وكاينين مشاكل كثارين بزاف بزاف. هادشي اللي غير استفسار للتعاليق ديالكم. كذلك راه زهير يوسف كيديروا الايصاليات لجميع المدن المغربيه. اي حاجه عجبتكم سكرينيو وتعرفوا على الثمن وعلى النمره. عجبكم الثمن الله يكمل عليكم بخير وبصحتكم وراحتكم، ما عجبكمش الثمن الله يجيب لكم ما احسن. هادشي اللي غادي نقول لكم، هادشي جاوب التعليق، بقاو معنا. ثلاثة وثلاثين،
انتما كما كتشاهدوا اعزائي المشاهدين ديالي، انا وريتكم غير باختصار لي بوط الاشكال ديالهم وحتى بعض النوامر، حيت كان الناس بزاف وما قدرش يعني تعذر عليا ندير لكم فيديو طويل اكثر باش تعرفوا على الجديد باختصار وصافي. عاوتاني اليوم فحال درت لكم حلقه باش كنجاوبكم على التعاليق ديالكم، يعني الناس راه مشكورين، الناس اللي مجربين السلعه واللي كانوا في المحل والناس اللي تلاقيتهم هنا عند زهير، راه شكرا لكم وعلى التشجيعات ديالكم، راه كنشكركم بزاف بزاف وكنبغيكم كاملين. تسمع بالنسبه لواحد جوج تعاليق بالضبط جوج كيعايروني حتى نتوما شكرا وكلها وكيدير باصله. بالنسبه لهذه السلعه هذه انا ما كنقول لكم جوده عاليه، الواحد راه كيبيع وجهه، راه ما يمكنش مستحيل تكون السلعه خايبه والواحد يقول لكم السلعه لا مزيانه، الواحد راه كيبيع وجهه وانتوما كلها وكما كلها اونيته. هادشي اللي غادي نقول، غادي ندوز معكم الطريقه ديال الارساليات. بالنسبه اي حاجه بغيتوها راه كتسكرينيوها وتصيفطوها ليوسف او زهير وهو غادي يقول لكم واش النمره مازال ويقول لكم الثمن، وانتوما تشطروا عجبكم بصحتكم وراحتكم، ما عجبكم ما كاين حتى شي مشكل، ما كاين حتى شي مشكل. الا جيت لنفترض انكم جيتوا للمحل وخديتوا السلعه وليتوا تنادمتوا تنادم معكم الحال، اجيو ردوها ما تكونوش غير لبستوها ويردكم فلوسكم، ما كاين حتى شي مشكل. انا كنأكد بان الواحد راه كيبيع وجهه، الضمان ديال هاد السلعه هو بنادم، هو المعقول ديالو هو السلعه تكون مزيانه فقط، هادشي هذا هو الراي ديالي، هذا هو الملاحظات اللي عندي، يعني انا جاوبتكم على التساؤلات ديالكم. بالنسبه لهذا الاسبوع هذا راه كنأكد السلعه راه كاينه ومازال ان شاء الله جايب لكم واحد المفاجاه كبيره وجايب لكم واحد المفاجاه لرجالاتكم لخوتكم لوليداتكم. بالنسبه للاحذيه ديال الرجال راه كاينه، ديال الاطفال كاينه، غير هي ديال الاطفال شي شويه النوامر ما كاينينش بزاف، هذاك 32 33 كتكون كاين المشكل في 34 شي شويه قليله. انتم كما كتشاهدوا اعزائي المشاهدين ديالي بالحضور ديال الناس حتى هما كانوا، وكنت في حالي في حال الناس حتى انا كنشارك معكم الجديد. انتم راه بزاف ديال لي اوك ما صورتهمش، هادو ديال الدراري البنيتات كانوا في اللوينات، كان في اللون الاسود كان في المارون كانوا اللوينات، غير المال كبارين شي شويه قلالين وصافي. انتم كتشاهدوا الزهير غادي يوريكم بطبيعه الحال، والناس راه جاو المحل وتقداو ولاو جاو ولاو جاو بشهادات الجميع انها السلعه ممتازه، كنأكد عليكم. ودابا غادي نقول لكم نهايه الاسبوع موفقه ان شاء الله، والى اللقاء ان شاء الله فيديو جديد، راه دائما كاين الجديد بحول الله، ايوا تبقاو على خير وشكرا لكم وشكرا.